دكتور حال فردية دكتور. المنطق القانوني هو المنطق المطبق في مجال القانون.
منطق قانوني شكلي ومنطق قانوني مرضي. نيجي بعد ذلك أهمية المنطق القانوني، أهمية دراسته، جوانب الأهمية أو النقطة فيما يتعلق بتكوين القاعدة القانونية. نشوف في مرحلة تكوين القاعدة القانونية. أي قاعدة قانونية بتتكون من تكوين ثنائي، الفرض والحكم، الفرض حق الضار، الفرض والحكم. الفرض والحالة الواقعية، الحالة الواقعية اللي بيتناولها إيه؟ القاعدة. الحكم الحل القانوني المناسب في حالة تحقق الفرض. يبقى احنا عندنا ايه بقى؟ اي قاعدة قانونية كده اقول لك على امثلة بتتكون من جزئين، مكوناتها كده جزئين، فرض وحد الضاد وحكم. الفرض الحالة الواقعية اللي بتتناولها القاعدة القانونية، الحكم الحل القانوني الذي يقوم القانون تناوله من اجل ايه؟ في حالة تحقق الفرض. مثال عشان نوضح الكلام النظري ده، يعاقب بالسجن كل من ارتكب كذا وكذا وكذا. ده نص بقول لكم يعاقب بالسجن يعاقب بالحبس يعاقب. ده الكلام النظري. لو انت قريت النص هو ايه بيتضمن القاعده القانونيه؟ جنائيه فرض وحكم. الفرض اللي هو مين؟ الجزء الاخير. الحكم العقوبه اللي موجوده. يعاقب بالسجن كل من ارتكب كذا. ده الفرض ايه؟ الحاله الواقعيه اللي سين من الناس ارتكب الجريمه المنصوص عليها دي. الحكم ان احنا هنعاقبه بالحكم. دايما كده القاعده القانونيه بتقراها كده، لكن فيها فرض وفيها حكم. الفرض الحاله الواقعيه اللي بتتناولها النص القانوني من القاعده القانونيه هذه. الحكم الحل القانوني المناسب الذي يتم تطبيقه في حاله تحقق الفرض. شوف اي نص قانوني تخيله في فكره كده. بس هناك فرق بين النصوص الجنائيه والنصوص غير الجنائيه. هتجد الصيانه القانونيه الجنائيه دايما بتبدا بالحكم ثم الفرق. يقول لك يعاقب بالسجن، يعاقب كذا، يعاقب بالاعدام. في غالبيتها. اما في مسائل القانون الخاص هتجد العكس، دايما الفرق الاول والحكم بعد كده. الفرق الاول ثم الحكم بعد كده. مفيش مشكلة تقديم الفرض أو الحكم قبل الفرض أو الحكم الحكم دي مش مشكلة، دي مسألة صيانة. يبقى عرفنا أن تكون القاعدة القانونية دايما كده، يبقى فيها فرض وفيها حكم. الفرض هو الحالة الواقعية اللي بيتناولها القاعدة القانونية، الحكم الحل القانوني المناسب اللي تضمنه القاعدة في حالة تحقق الفرض. هتقول لي بقى طب إيه العلاقة بين النص القانوني والفرض والحكم؟ فكر فيها، موجودة عندك في الكتاب بس أنا عايز أشرحها عشان تفهمها، إيه العلاقة بينهم؟ ممكن القاعدة القانونية تتوسع بين أكثر من نص. النص القانوني ممكن يتضمن قاعدة قانونية واحدة. وممكن القاعدة القانونية تتوسع بين أكثر من نص قانوني. أقول لك على مثال بسيط، الظروف المشددة للعقوبة. يقول لك يعاقب كذا العقوبة هتكون مشددة في الظروف الآتية. 1 2 3 4 5 6 فتجد ان النص كله الحكم كله متوسع بين اكثر من نص. وصلت الفكره؟ دي معروفه. دي الجزء الاول. نيجي بعد كده بقى من ضمن المسائل المتعلقه بالمنطق القانوني. يعني بنتكلم في تكوين القاعده القانونيه، الجزء المتعلق باللغه القانونيه. الجزء المتعلق باللغه القانونيه. ده احد مباحث علم المنطق ومهم جدا جدا. هتجد اللغة القانونية دي اللغة تعريفها كده، اللغة المطبقة في مجال القانون. اللغة القانونية هي اللغة المطبقة في مجال القانون. ليه بقى؟ لأن إحنا من أول سطر نكتب كده، لأن كل علم من العلوم له لغة، الطب له لغة، الهندسة لها لغة، الصيدلة لها لغة. فتجد اللغة القانونية هي اللغة المطبقة في مجال القانون. في صور معينة للغة القانونية، وفي خصائص للغه القانونيه، وفي خصائص لكل لغه من اللغات القانونيه. نبدأ. اولا صور اللغه القانونيه، عندنا اللغه التشريعيه.
القضائي وعندنا اللغه الفقهيه، يبقى عندنا ثلاث صور، ثلاث صور: اللغه القانونيه دي الاساس، وده القصد، اللغه التشريعيه، اللغه القضائيه، اللغه الفقهيه. من المسمى اللغة التشريعية لغة المشاركة اللي بيتم بها صياغة التشريعات، اللغة القضائية لغة القاضي مرتبات أحكام، اللغة الفقهية لغة التأليف فيما عدا النصوص التشريعية والأحكام القضائية. الثلاثة دول في سمات عامة ليه؟ لا، في سمات عامة للثلاث لغات، ولكن خلي بالك في عنصر مميز بيناتهم. أقول لك مثال بسيط جدا، النص التشريعي يتم صياغته بطريقه معينه، وادق نوع من انواع الصياغه الصياغه التشريعيه. الصوره المثلى للصياغه القانونيه الصياغه التشريعيه، والصوره المثلى للغه القانونيه اللغه القانونيه اللغه التشريعيه. طريقه تكوين النص التشريعي دائما مميزه، بنفس النص في نفس الوقت النص القانوني النص التشريعي بمعنى بسيط يتضمن اختيارات يعاقب بالحبس او الغرامه، مده لا تتجاوز كذا والغرامه لا تتجاوز كذا. نفس النص لو تناوله القاضي استند اليه الفصل في وقع الامام ما يقدرش يستخدم اللغه التخريجيه، يعاقب بالحبس ومده كذا والغرامه كذا. يبقى شوف النص عمل ازاي وصار بلغه تشريعيه. نفس القاضي لما جه يطبقه باللغه القضائيه ما قدرش يستخدم اللغه الداميه، اما اللغه كان لغه بارده. طب لما يجي المشرع لما يجي بقى الفقيه يشرح اللغه الفقهيه يشرح لك النص وعلاقته بالنصوص الاخرى ورايه في النص والتعديلات التي طرأت على النص وما يجب ان يكون عليه النص. شوف الفرق بيناتهم ازاي؟ يبقى اللغه التشريعيه لغه محكمه، اللغه القواعد طبعا الصياغه التشريعيه يعني نشرحها بعد شويه. بعد كده عندنا اللغه القضائيه، هذه اللغه المطبقه في مجال القانون اللي هو مين؟ لغه القضاء لها اصول معينه. اللغه الفقهيه ليست لغه تشريعيه ولكن ممكن يذكر امثله، بس القاضي ما يقدرش يذكر امثله. النص اللي فيه تخيير القاضي لا ما يقدرش يستخدم التخيير. يعني ثلاث صور من صور ايه؟ اللغه. يبقى اللغه القانونيه اللغه المطبقه في المقام القانوني، اللغه التشريعيه لغه المشاركه، اللغه القضائيه لغه الاعجاب، اللغه الفقهيه اللي هي لغه ايه؟ دول ثلاث حاجات. طب السمات العامه للغه القانونيه، هتلاقي السمات العامه في اللغه القانونيه ما هي؟ اول حاجه اللغه القانونيه لغه قديمه ومتطوره. لغة قديمة فعلا، المصطلحات اللي احنا نعرفها الآن، حق العين، الحق الشخصي، القاضي، الجنايات، الجنع، كل المصطلحات دي لها أصول تاريخية كبيرة جدا. وفي نفس الوقت متطورة مش جامدة. بدليل عملي في الوقت المعاصر عندنا مصطلحات قانونية جديدة. مصطلح الإرهاب البشر مثلا، العنف ضد المرأة، مصطلح الإرهاب، المصطلحات الجديده دي كلها. فبالتالي السمه الاساسيه فيها لغه قديمه ومتوارثه ومتجدده. معروفه دي اول سمه ليها، مش ساكنه لا متطوره. بدليل عملي، الدليل العملي اكثر يؤكد ذلك ان دائما هتجد فيما يتعلق بالتشريعات الحديثه لخصوصيه المصطلحات القانونيه الجديده دائما بتبدا بجزء او فصل حول التعريفات. عارفين كده ولا لا؟ يقول لك تعريف الجماعه الاجراميه المنظمه، تعريف ايه المقصود بالتوقيع الالكتروني؟ ايه المقصود بالخليه؟ ايه المقصود بكذا؟ دي مصطلحات جديده. اما انا لو قلت لك الحق العين والحق الشخصي كل الناس عارفه ايه الحق العين والحق اللي في مجال القانون. لو قلت لك حق الملكيه هنعرفه. لما اقول لك الملكيه الصناعيه لا دي عايزه تحديد شويه. وبالتالي اللغه القانونيه قديمه ومتوارثه ومتجدده وتظل دي اول سمه. السمه الثانيه فيها بقى
ان هذه اللغه خاليه تماما من المحسنات البدائيه، لا يطرق عليها اسلوب المحسنات البدائيه، ما نقدرش نستخدم الكنايه، ما نقدرش نستخدم الاستعاره، ما نقدرش نستخدمها، بس في المرافعات لغه المرافعات ممكن تستخدمها. استخدم المحامين في المرافعات وفي النيابه العامه ممكن يستخدم لغه لغه الاستعاره والكنايه وهكذا. ولكن خلي بالك الثلاث صور اللي احنا قلنا عليهم دول ما قدرش يستخدم فيهم الاستعاره والكنايه، هي لغه مباشره، لغه مباشره. ايضا كمان هتجد اللغه القانونيه دي هي اللي ادت الى تقسيم المصطلحات القانونيه الى ثلاثه اقسام. القسم الاول عندنا اللغه القانونيه المصطلحات القانونيه الاساسيه، البيع، الايجار، التامين. عندنا او صوره مشتركه، عندنا اللغه، عندنا مصطلحات قانونيه مشتقه، المتهم، الجاني والمبني عليه. عندنا مصطلحات قانونيه مركبه، محكمة النقد، محكمة الاستئناف، المحكمة الإدارية العليا، الدعاوي وترتيباتها كلها، الدعاوي وترتيباتها كلها، دعوة المنقولات المحفوظة، دعوة مش عارف استبدال إيه، دعوة إيه، دعوة إيه، دعوة صحة وتطور، مصطلحات مركبة، فتجد فعلا فيها الثلاث حاجات دول كلها. من ناحية تكوين فكرة المصطلح، بس الجزء الأول في علم المنطق المفاهيم. احنا بنشوف بقى تطبيقات علم المنطق في مجال اللغه القانونيه. وصل الفكره عندك؟ طيب نيجي بعد كده كمان اعتقد ان ميزه اللغه القانونيه فيها سمه عامه كمان، ان لغه مهنيه في نفس الوقت عمليه. مهنة. لغه مهنيه بمعنى ايه؟ لغه المشتغلين في مجال القانون. لغه مهنيه، لغه المشتغلين في مجال القانون، لغه المشرع، لغة القاضي، لغة الفقيه. وفي نفس الوقت هي لغة تطبيقية لها مجال في واقع العمل. لغة حية في واقع العمل، مش لغات بيت. يبقى دي السمات الأساسية للغة القانونية. نيجي بعد كده احنا قلنا أربع نوع من أنواع الصياغة مستخدمات اللغة، الصياغة التشريعية. الآن هنتناول الشروط الواجب توفرها في الصياغه التشريعيه. ايه بقى الشروط الواجب توفرها في الصياغه التشريعيه؟ لازم ان يكون صياغه تشريعيه دقيقه. لازم اول شرط فيها الصياغه التشريعيه لازم تكون دقيقه. في نفس الوقت الاستخدام الصحيح للمصطلحات المتجدده. ايضا كمان لازم الاسلوب يكون اسلوب محكم. العيب الاساسي في الوقت المعاصر في اللغه التشريعيه العالم كله بيدرسوها الان، في حاجات دي كده ناس تكتب فيها. حاجات موجوده الان. الان قال لك النصوص دي ناس عماله تكتب نص كده، ايه نص يبقى نص صفحه؟
النص 8 6 7 سطور هذا فيه عيب بالزياده في نفس الوقت يبقى كده المحاضره الساعه 6 اورا ما هو طعم وقت صح ولا غلط هو من ليه جه على 6 انا قلت لا دكتور ليس 7:30 خلاص يبقى انا 6 اللي جبت له انا واخد من 6 ما هي الحساب؟ إحنا إذا بستة فعلا فبدأت مراكز أبحاث العالمية وتنصب حول دراسة إيه؟ دراسة الصيانة التشريعية يدوب التشريعات اللي صادرة في المجتمع دولة ويقول لك ندرسها شوف النصوص دي طب النص دي كيف بدري كده؟ هل كان ممكن تقسيمه؟ هل كان ممكن إيجازه؟ كان لها سبب، سبب ان ايه؟ وجدوا ان هناك النص المجرد بينزل سنه ست شهور لو عدى عليه سنه يظهر فيه عيب ندخل في التعديلات التشريعيه. قال لك يبقى في عيب في السياق على طول ما هو بينكشف من ايه؟ طب النص ينزل الواقع العمل يبدا التطبيق على الوقائع يظهر عيوب النص. فبداوا يصبوا ايه؟ مساله ايه؟ عدد النصوص التشريعية دي في أفضل الطريقة المثلى لصياغة تعطيل النصوص التشريعية دي علم من علوم علم الصياغة التشريعية ودي فعلا الحاجات الأساسية وزي تقسيمات التشريعات المادة دي تقسمها ازاي؟ أول واحد اثنين ثلاثة أربعة فقرات والترتيب يمشي ازاي؟ إذا دي بسبب إيه؟ بسبب انعكاسات علم المنطق على القانون وصلت الفكره دي بقى؟ ففعلا العيب الرئيسي الان الصياغه التشريعيه صياغه مترحله يعني عدد النصوص كبيره جدا بعكس لو قريت مثلا نصوص القانون المدني مثلا القانون الخاص قانون العقوبات هتجد فيه نصوص يعني تحس انك تشعر انها محكمه بالمعنى الدقيق ده اول يعني مهم ودي محتاج يعني صح يعني يا ريت واحد فيكم بعد كده يشوف هذا الامر ليه بقى؟ لان المسائل دي متعلقه برقابه القضاء المحكمه العليا للمحكمه القضائيه. لان ممكن يبقى سببها ايه؟ النص. ذات نفس الامور انه سبب في فترات اخيره في بعض المجتمعات ان بيتم ادخال تعديلات تشريعيه تحت شعار الاستدراك التشريعي. تعرفين الاستدراك التشريعي يعني عارف ولا لا؟ لو انتوا عارفين يعني ايه؟ اوضحها لك. انت عارف انت لما يسيب الناس يعمل نعل وبعد ما يعمل نعل ينسي يشرب ابن عمه ولا ابن خاله ولا نسي ممكن يخطى خطا كثير وينسى يكتب حماه خطا مطبعي يعمل ايه؟ واحد نسي يكتب حماه يعمل ايه؟ تاني يوم يعمل في الجرايد يعمل استدراك صح؟ مش قصدي بردك على زي الراجل اللي وقف اي استدراك يقول لك وسقط سهوا في نعي فلان الفلاني في حمى فلان الفلاني وهكذا وتحس ان الاستدراك ده اكبر من مين؟ اكبر من نعي الاصل دي برضه نفس الفكره في الاستدراك التشريعي بعد ما القانون بيتعمل في البرلمان وصدق على السلطه حسب دي موجود في المجتمع كله ممكن ننسى ان يبقى في نص يبقى مثلا ينسى فقره فقرتين ثلاثة أربعة مش دور اللي احنا كنا لا 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 خلينا بس أكملها وأقول لك اللي احنا بنطيع علاقة الأبطال فنسينا مثلا نفترض مثلا أقول لك على مثال احنا قلنا الظروف دي مشددة للمطلوبة خمس ظروف كتبوا خمسة بس لما راحت المطبعة كتب أربعة فقط ولكن تمت الموافقة على مين؟ على خمسة مر التشريع كله كم في المراحل الخمسة بس جينا في النسخة النهائية لأنهم أربعة فجاوا يراجعوه بعد ما طبعت الجريده الرسميه وجدوا ان هم اربعه، طب ازاي النص الاصلي؟ النص ستة بخمسه. نعمل ايه هنا؟ نيجي نقول والله استدراك تشريعي يضاف لكذا كذا ان سقط كذا النص اللي هو رقم خمسه. دي بدون ما فيش عيوب، ولكن العيوب بقى لما يكون الاستدراك التشريعي يتضمن تعديل تشريعي. ان انت غيرت في المصطلح تحت مسمى الاستدراك، لان الاستدراك ده خطا مادي. اما بالنسبه للتعديل التشريعي هتقوم بنفس مراحل سن التشريع والاجراءات البعض. فدي فعلا قال لك دي من ضمن العيوب فيما يتعلق بالصيغات التشريعيه الحديثه. النقطه بقى
الأساسية بقى في الاقتصاد التشريعية هي مسألة الإحالة للتشريع، أو بين قوسين كده ترشيد أسلوب الإحالة التشريعية. ترشيد أسلوب الإحالة التشريعية معنى إيه الإحالة التشريعية؟ الإحالة التشريعية على صورتين، الإحالة الداخلية والإحالة الخارجية. إيه في علم التشريع؟ علم التشريع إحنا عايزين ناس تتابع الحاجات دي، هو دي العلم بالشغل الجديد. الإحالة التشريعية على صورتين، إحالة داخلية أو إحالة خارجية. ميزة الإحالة التشريعية دي بتودي إلى مسألة إيه؟ مسألة التناسق التشريعي. التناسق التشريعي. وفي نفس الوقت بتودي إلى حاجة جديدة ظهرت في المجتمعات بالذات الولايات المتحدة اللي هي فكرة إيه؟ الاقتصاد التشريعي. الاقتصاد التشريعي. الاقتصاد التشريعي. طب إيه معنى الكلام ده كله على بعضه بقى؟ هقول لك ما ياش. أول حاجة الحالة التشريعية الداخلية إن يقول لك مع مراعاة ما جاء في نص المادة الرابعة كذا 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 بيجي نكمل النص. بيقول لك ايه؟ خلي بالك هتطبق النص ده بس خلي بالك من الماده الرابعه اللي موجوده في نفس النقطه. يقول لك يقصد بالموطن المعنى المقصود به في القانون المدني. يبقى اذا ايه؟ لما جه في قانون تاني وقال لك جه عند الموطن، موطن الصغير، موطن القاصر، موطن اي شخص من الاشخاص، لسه بقى مش هيقول قواعد المنطق اللي الموطن اللي موجوده فين؟ يكون مدى ما يعداش مره ثانيه بقى، يقول لك المقصود بقى كذا. يقول لك بالمناسبه في قانون حاكم الاسر وقانون واحد سنه 2000 بتاع ادارات التقاضي، يقول لك خلي بالك فيما يتعلق بقواعد رفع الدعوه والكلام ده كله ده ناحيه الى القواعد الموجوده في كل المرافعات. دي اسمها ايه؟ يا اما الحاله داخل النص، داخل النص التشريعي، يا اما احاله خارجيه. المشكله في الاحاله التشريعيه دي بقى هي تؤدي الى وظائف الاقتصاد التشريعي والتناسق، بس محتاجه ترشيد. محتاجه ترشيد ليه؟ عشان ما يظهرش امامك تشعر ان النصوص دي كلها مترابطه بطريقه معقده. وخصوصا لو طلعت عليها تعديلات اخرى. دي برضه من ضمن العيوب اللي ظهرت في التشريعات الحديثة، يعني محتاجين ترشيد لأسلوب الإحالة التشريعية، ودي أسلوب سليم، وكيفية الإحالة. دي نقطة من النقاط المهمة. الخطير بقى رقم ثلاثة اللي في السيرة التشريعية اللي هي مسألة تكامل وتناسق المنظومة التشريعية في المجتمع. دي بتتعلق اساسا على نقطه منهجيه بتتعلق بالاهداف القانونيه ووظيفته في المجتمع. ستك عايز تعمل قانون استثمار مش مشكله، بس انت توثيق قانون استثمار خلي بالك من قوانين الضرائب، خلي بالك من قوانين متعلقه بالتامينات، خلي بالك من قوانين متعلقه بالاعفاءات، خلي بالك من قوانين متعلقه بالجمارك.